عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير القصب في البيت بطريقه سهله خالص وجميله ان شاء الله باذن الله تعجبكم. اول حاجه احنا هنعملها يا بنات، احنا دلوقتي في الغيط عند القصب، هنجيب القصب من الغيط زي ما انتم شايفين عند القصب اهو يا بنات، هنجيب كده المشرط اللي احنا هنقطع بيه القصب، ونجيب كده العود بتاعني، نختار القصب اللي تكون حلوة كده اهو يا بنات، وبالمشرط كده وادي يا بنات. بعد ما احنا قطعنا العودة وزي ما انتم شايفين، هبتدي دلوقتي انضفه من الاوراق اللي هي فيه داي، بس وانت بتنضفيه حاسبي عشان في شوك رفيع كده صغير اهو يا بنات، زي ما انتم شايفين اهو رفيع خالص اهو، فحاسبي عشان ما يجرحكش في ايديكي. هقطع القصب بتاعي كده الكعاب واروح على المطبخ نشوف هنعمل عصير بتاعنا ازاي. ودينا رجعنا تاني يا بنات، بعد ما احنا قطعنا القصب من الغيط وقشرتها وهوريكم التقشير، قطعته كده كعاب يا بنات بالشكل دي وبالسكينة اهو كده. وتغسلي القشر بتاع البصل القصب من الرديم اللي هو فيه دي اهو يا بنات. قشري من كل القشر اللي هو شديد فيه اهو، هتقشر معايا بكل سهولة. هنقشر واحدة تانية يا ما تقشري كده، تقشري بسكينة شديدة تكون شديدة معاكي. يا بنات تقشر معايا بكل سهولة. هجيب دلوقتي الكعاب بتاعت القصب اللي احنا قشرناها وبقطعها بالشكل دي، قطع صغيرها بالشكل دي اهو يا بنات. هقطع الكمية بتاعتي كله مكعبات كده صغير بالشكل دي وارجع لكم تاني. كده يا بنات انا قطعت القصب بتاعي كله بمربعات صغيرة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبتدي دلوقتي اجيب الخلاط. كده يا بنات انا جبت الخلاط بتاعي اللي هو الخلاط 6 في 1 يا بنات، هو ده اللي انا هعمل بيه العصير بتاعي. هركبه كده الاول كده، الخلاط بتاعي ركبته، هنزل بالقصب يا بنات او كده بالشكل دي بسم الله. ايه
حابه تضيفي له سكر تضيفي له، مش حابه خلاص، بس انا القصب بتاعي مسكر وحلو مش هضيف له سكر. وطبعا هو بيتخفف بميه، فانا مش هخففه بميه، هخففه بقطع من التلج. وهشغل الخلاط وارجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين التفل بتاع القصب اهو طالع، اهو يا بنات بالشكل دي اهو، كل حطه والتاني يعني انت تطلعيه بالشكل دي تاي اهو يا بنات بكل سهوله اهو. وكده يا بنات العصير بتاعي جاهز اهو زي ما انتم شايفين، عصرت العصير انا بتعرف زي ما انتم شفتوا في الخلاط، وجبت الكاسات هنزل كده فيها بمكعبات من التلج. بسم الله وادي عصير القصب يا بنات بتاعنا في البيت بكل سهولة. ولو عجبتكم الطريقة النهاردة ما تنسونيش في الاشتراك واللايك في القناة.